حائزة على شهادة في قياس النظر وصناعة الأجهزة البصرية، أنشأت أول مركز بصري متخصص بالأطفال بالشرق الأوسط، حائزة على شهادة في الإخراج والتمثيل والفنون الجميلة، لعبت مسرحيات عديدة وكتبت وأخرجت مسرحية دفتر العروس، إلى أكثر من كتاب وتصدر برنامجها على إذاعة صوت لبنان المرتبة الأولى في تصنيف البرامج الإذاعية، طبيبة العيون والفنانة التشكيلية والممثلة والمخرجة والإعلامية نسرين أشقر برباري. نسرين أشقر برباري، يعني اسم الله عليك، من شو بدنا نبلش؟ أول شيء أهلا وسهلا فيك معنا ببرنامج أجندة من بيروت، أنا سعيد كتير باستضافتك. شكرا كتير جابرييل. أول شيء بدي لك مرحبا، بدي أقول مرحبا للمشاهدين وين ما كانوا عم بيشوفونا. أنا كمان سعيدة أن أكون معك اليوم. أنت من الوجوه يلي بلشوا وزينوا فضائية مريم. أنا كان لي الشرف أن يكون أول وجه بيطل على مريم، وهذا وسام بحمله على صدري لكل عمري، لأنه حبيت هالفضائية وآمنت فيها، إيمنت برسالتها، إيمنت بأهدافها، وحبيتها. يعني اشتغلت بهذا المكان من كل قلبي. وكل يوم لما أشوف هالفضائية عم تكبر أنا بكون كتير سعيدة. وحتى كمان سعيدة إنه أشوفك، لأنه أنا بحب صوتك كتير. فسعيدة إنه أشوفك كمان ببرنامج، هذا الشيء بيسعدني. تعرفي يعني قديش حلو إنه يعني أنا كفنان كموسيقي عم بكون لي حضور إعلامي عبر فضائية مريم، وحضرتك كمان كفنانة تشكيلية، وأنا كمان متخصص بعلم النفس، أنت طبيبة طبيبة عيون. بس بتعرف قد ايه حلو واحد يكون درس اختصاص علمي واختصاص ادبي او فني، خلينا نقول، بيعطيه كثير رشاس بحس للشخصيه. لانه كثير ناس بيسالوني ليه اخترتي تعملي اختصاصين، هو انا بالصدفه ما اخترت، كنت عبالي انه اعمل اخراج وتمثيل. بعدين اهلي قالوا لي لا، لازم تعملي اختصاص علمي، لانه كنا بهديك الايام، يعني عم نحكي من شي سنه ونص، ما كثير، سنتين كنت عامله سيانس اكس. فدغري اهلي انه لا، لازم تعملي اختصاص علمي. فت عملت اوبتومتري، يلي الاختصاص يلي معروف باوبتيك او قياس النظر، وحبيت هالاختصاص كمان. وشوف كيف دمجت الاشياء مع بعضها، رجعت فتت ودرست اخراج وتمثيل ان باراليل بنفس الوقت، واخذت الشهادتين سوا. والفن التشكيلي شو قصتك؟ ما انا فتت البوزار، اجتني بورس لكفي بسويسرا بعدين بفرنسا، كنت عم كفي الاثنين مع بعض. لما جيت لاشتغل بدومين الاوبتومتري حسيته دومين ناشف، فقمت عملت دراسه اسمها الناحيه النفسيه للولد يلي بيحط عوينات. حلو، كنت بسيشيك بيهمني هيدا كتير الموضوع. وفوتت المسرح بالأوبتومتري، عملت بتذكر برنامج بوقتها على احدى الفضائيات العربية، جبنا ماريونات دمى وصرنا نفحص عيون الدمى، وصرنا كل شيء بدنا نقوله للولد نقوله للماريونات مع مسرح الدمى. فدايما كان عندي هالميلانج، اخلط الفن بال وهذه تركيبتك. يعني هلا بالمجتمع بنشوفك عم تقدمي برامج اذاعيه او تلفزيونيه، بنشوف نشاطاتك باطار المعارض التشكيليه. صحيح. تمثيلك باليونان للبنان مؤخرا، شو بتخبرينا عن هالتجربه؟ كنت كثير سعيده انا وقت اجتني الانفيتيشن، اجتني من اليونسكو باليونان. لما تلقيت الدعوه كنت كثير سعيده. وكان بنفس الوقت صادف انه في سيمبوزيوم باليونان، وانا حبيت اني اعمل التو ايفنتس بنفس الوقت. حلو. فرسمت عن لبنان، ومن وراء هيدا الشيء، لانه انا وقت برسم بعمل طقوس معينه يلي هي تعلمتها بالمسرح. يعني كيف بقعد بعمل ريلاكساسيون، بحط شموع، بسمع موسيقى، بروح على عالم ثاني وبنطر لحتى يظهر لي شيء. هيك علموني بالمسرح، علمني استاذي يلي بحبه كثير منير ابو دبس، وبعدين مرقت بعده مدارس ثانيه، بس انه الباز كانت كيف ننطر ليظهر لنا الشيء، مش نحن نعمل صناعه الفن. حلو. وهيك انا باليونان حطيت موسيقى، موسيقى خاصه ببيروت، موسيقى بتشبهنا. هيدي الرسمه رسمتيها انت وباليونان؟ اي. كنت قدام الناس ونطرت
مع الشموع تبعي وبعدين رسمت. هدي فينا نطر الناس هني ما كانوا مضطرين ينطروا يعني كيفين يروحوا ويجوا كان open السبيس محل ما كنت عم برسم. بعدين هني صاروا ينطروا انه هيدا الفنان ما عم يرسم بس لانه انا مجموعة هالاشياء يعني انا ممثلة بنطلق من التمثيل لارسم بنطلق من التمثيل لاحكي لاقدم برامج يعني هدي بحررنا التمثيل ودراسة التمثيل هو اهم شيء عملته بحياتي لانه تعلمت بمدرسة المسرح الحديث كيف ما مثل يعني هيدا الفرق بغير ما اماكن ممكن تتعلم كيف تمثل على الخشبة. نحن تعلمنا بهيدا المكان مش أنا بس يعني كبار الأسماء تخرجت من هالمدرسة أنطوان كربيج نضال الأشقر جوزيف أبو نصار ريموج بارا كتار ناس مرقوا بهيدا المكان. بهيدا المكان تتعلم كيف ما تمثل كيف تكون أنت وين مكان على خشبة المسرح قبل كل شيء. وهيك رسمت ومن وراء هالرسمة هاللوحة إذا بدك غير لوحة السيمبوزيوم إجاني دعوة على برلين حلو. لحتى أرسم ببرلين على المسرح حلو. يعني نعمل مثل عمل مسرحي وأنا أرسم على المسرح وإجاني دعوات عديدة يعني على باريس على موسكو انبسطت أنه حبون الفنانين اللي موجودين هونيك وإن شاء الله ببيروت عم فكر قريباً بس هيك شوي روق بدي أعمل عمل مسرحي وأرسم على المسرح حلو. يعني ادمج البنتور بالمسرح حلو. قديش نحن بحاجة بلبنان لهيك نشاطات لها بعد أكتر من بعد وبأكتر من مجال. نحن كتير بحاجة رح قلك ليه مش بس بلبنان بالشرق نحن بحاجة هلأ لحتى نحارب هالشي هالفكر يلي اجينا ما بنعرف من وين حتى نحارب التخلف سوري يعني مضطرة أقول هيدي الكلمة مع أنه نحن مين كناس لحتى نقيم بعض أو لحتى نحكم على بعض هون كلمة تخلف كتير لطيفة مش معقول يعني ما فينا ما نقولها مش معقول اللي عم بيصير أقسى بكتير من هيك نحن بحاجة نحارب هالجهل بالثقافة نحارب هالجهل بنظرة للحياة فيها لون الله خلق لنا سبحان الله يعني خلق لنا اللون لنتمتع فيه خلق لنا الحياة لنبتسم مش لنخبي ابتسامتنا ولنتعقد من الحياة ما بعرف ليه يعني شو منكون ربحنا بالعكس أنا دايماً عبر البرامج كلها يلي بقدمها أنا منحس بالابتسامة بقولهم أنه الابتسامة هي باسبار الإنسان وقتها تبتسم للحياة أمل بتعطيك إنرجي بوزيتيف وبتستمر وبتضحك ليه بدنا نرجع لورا؟ نحن من هون طلعت الحضارات من الشرق ليه بدنا نحطم حضاراتنا وبدنا نقتل حالنا؟ كيف عم يدمروا لنا إياهن؟ يعني تدمير لمبارح منطقة بالعراق أثرية بكاملة جرفوها مخيف هيدا الشيء بتعرف جابرييل قدي مرق حروب على الشرق كأنه عملون لهالجماعات ليدمروا الحضارة أنا صار عندي الثقة نسرين انه خلقوا هالناس التكفيريين ليدمروا قبل كل شيء قبل ما يقتلوا الانسان ويهجروا الاقليات كمان ليدمروا الحضاره وهذا شفناه بكنيس سوريا وجوا معها وبالعراق وبمتحف مصر بكثير مطارح ما عم نشوف غير تدمير مقصود لحضاراتنا اللي عمرهم 10,000 سنه وقد ايه مرق حروب وقد ايه اجى غزو من جيوش على الشرق بقي في احترام للأماكن الأثرية كانت الناس تروح تتخبى بالمعابد تروح تتخبى بالأماكن الأثرية على أساس أنه هالمطارح ما بيقربوا لها حتى البربريين يعني نحن شو اللي عم نعمله أنا بشفق على هول الناس أنا بقول هول الناس أوكي الشيطان بيفوت بالبشر بس أنا بقول هول الناس أكتر من هيك مخدرين مش معقول يكون إنسان مش مخدر مخدر ما بعرف بأي طريقة يعني مين ما كان قدر يقرأ الجمال حتى لو حدا غير مثقف أو غير معلم يعني بيشوف بيسمع صوت موجة البحر يمكن تأثر فيه صوت الشتاء على الأرميد بيأثر فيه بعد ما رحنا على الموسيقى الأكبر وعلى 100% وحتى اللوحة ممكن تعني له شيء لوحة رسمتيها غريب أنه مثل ما عم نقول أنا وياك جابرييل وبأسى وبحسرة وبشفقة لأنه نحن طالعين من الثقافة فيها شفقة
ربينا على الشفقة. بقول أنا بشفق على هول الناس حقيقة، رغم أنه كل شيء عم يعملوه بشفق أنه قدي الإنسان ممكن الشر يسكن فيه لحتى يصير بهالبربرية وبهالوحشية. الفنون قدي بتخلص المجتمع هي من اللي بتخلص. هي اللي بتخلص، ما عندنا حل إلا الفنون والجمال والابتسامة، لأنه ما فيك تحارب الشر بشر مثله، بدك تحارب الشر عن جد بشفقة، بركي بصلاة، بركي بابتسامة، بدك الله يشفق على دايما ربنا رحوم، بدك الشفقة تفوت. مش معقول، ما في تفسير للي عم بيصير. نحن مثل ما قلت لك منحب اللون، منحب الحياة، منحب الابتسامة، منحب الموسيقى، ما فينا نكون غير هيك. صعب يعني، عم يطلبوا منا شيء صعب لبل مستحيل. برات هالطقوس نسرين، في شيء بيستفزك لترسمه؟ هل مشهد موجع بخليك ترسمه؟ هل مشهد جميل، شيء مهم صار بالبلد بخليك ترسمه؟ او انت بدك تفتشي على لحظات معينه فيها هيدي الطقوس اللي عم تحكي عنها والشموع وهيك وترسمي فيها؟ رح اقول لك جابرييل كيف بعمل حيلا شيء فن بدي اعمله حتى بالكتابه، لانه انا لما بكتب كمان كتبة كانت شوي غريبة، يعني كتبة كان فيها خربشة. عندي كتابين بهالإطار، عندي وكتب فيك. نعم كتب فيه، وعندي ثلاث كتب. في كتاب هلأ هو المسرحية دفتر العروس رح أطبع كتاب، وفي كتاب اسمه زمن العناقيد، وفي كتاب اسمه آخر رسائلي لك كتبتها تجاعيد على جبيني. يعني ما لهم علاقة بالرسم هيدولي؟ كان في رسم بقلبهم، لأنه أنا كنت لما نكون عم بكتب رح أقول لك كيف بشتغل. أول شيء بعمله بدي يكون صافية الذهن بوقت معين، أكتريته بالليل. هيدي كتار بتعرفي، سوري عطشتك. نعم. بس لأنه عن جد شغلة بتستفزني إنه كتار ما بيفهموها هيدي القصة. أيوة. إنه معود أنت أو أنت معودة عم بترسمي كل يوم، لشو بدك تصفي؟ ما فيك. بتشتغلي إذا ما بتصفي، لأنه بيطلع الشغل. إذا بيجي أن كونيسور دغري بيكتشف إذا ضربتك هي ضربة فيها إحساس، ضربة متر، أو ضربتك عم بتزين أو تعمل عمل ديكوراتيف. يعني كتير أنا بحب اللوحات الديكوراتيف، بس ما في نصنف، يعني بدي نفهم، نشوف اللوحة، نشوف الكتابة، نشوف العمل المسرحي، نشوف الفن. لما بيطلع حدا عم بيغني بإحساس غير ما يطلع حدا مركب كلمات على القافية ومن قريبه وعم نغني، أوكي فينا نسمعهم ونرقص عليهم ونتسلى، بس إنه في حقيقة ما فينا نتجاهلها، بدنا نعرف الفرق. وهيك أنا بنطر بالليل، بحب الليل كتير، بحط الموسيقى، بحط الشموع وبدي أنطر. شو الموسيقى؟ في موسيقى معينة؟ أنا بحب موزار كتير، بحب موزار كتير، أحلى أشياء بتطلع معي أنا وموزار، في علاقة كتير حلوة بيني وبين موزار. في أكيد أشياء تانية لكن بنصحك كمان بشوبان. أيه. وبنصحك بشوبرت. أنا عندي الكلاسيك يعني سري، بس موزار في شيء خاص بيني وبينه. علاقة خاصة، مثل فيروز في بيني وبينه علاقة كتير خاصة. بدي أحط الموسيقى وبعدين بدي أنطر. هلأ في أوقات نحن بالمسرح بنعمل نحن موسيقى، بيكونوا الممثلين موجودين وبنصير نعمل فيبراسيون سونار، يعني وقت تطلع الصوت عن نفس بيصيروا الأصوات تلاقي بعضها وبتطلع لحالها سيمفونية. بدنا ننطر، يمكن ننطر وما نشوف شيء، ما يظهر لنا شيء، ما يفتح باب على محل، ويمكن ننطر وبلحظة نلقط شغلة. وقت نلقط هاي الشغلة هون بدنا نكتب، هون بدنا نرسم، هون بدنا نشتغل. إذا ما لقطنا شغلة فينا ننطر لتاني نهار. ما فينا ندعي إنه نحن حاسين ونشتغل. مشان هيك لما كنت أنا بالسيمبوزيون أو لما كنت عم برسم لتمثيل لبنان هن استغربوا، أو حتى لما كنت عم سجل السيدي بالستوديو واتصل فيي هالشخص اللي سجلت معه بعد كل هالسنين، ما بعرف إنه جايب رقمي، قال لي قدي مدام مرقني سجلت بعد براسي كيف أنت عملتي؟ أنا حطيت الشموع، طفيت الأضوية بالستوديو وقلت لهم بدنا ننطر. هلا هني انا عم بدفع الوقت، هو شو فرقاني معه، عم بنطر.
هو عم بيطلع انه شو عم بنطر يعني انا عم بدفع مفروض فوت خلص على الوقت وادهر شيء الاستوديو لانه انت قاعده من حيطان مسقعه مزبوط وبدك تخلق بدك تخلق الروح وحراره فكنت عم بنطر وعم بقعد سجلت اول نهار قلت له لا انه انا قال لي بس كثير حلوين شو كنت عم سجلي كنت عم بقرا الكتابات يلي انا كتبتها وكان معي الممثل القدير يلي كثير بحبه رفعت طرباي وصوته رائع هو الممثل القدير يلي هو زوجي يلي كمان بدي وجه له تحيه عماد بربيري كنا عم ننطر وجبنا دي بول تيبتان كنا عم نعمل اصوات على البول تيبتان هالموسيقى الاترانج تعرف إيقاعية يلي بتحسي عم تسمع صوت الكون ولا صوت الكون والصدى وننطر ورفعت كمان طالع من نفس المدرسة وعماد بربيري طالع من نفس المدرسة يعني احنا كلنا وبإلقاءاته على المسرح بيستعملون هدول 100% فنطرنا وطلع معنا شغلة حلو كتير ايه هذا البليزير تبع الشغل هالعمل صار موجود متوفر للناس ايه موجود بليبراري انطوان بكل الفروع شو بيحمل عنوان اخر رسائلي هو الكتاب مرفق بسيدي الكتاب مرفق بسيدي بس السيدي انا كنت ضد اعمل سيدي بس اقرا كان بدي السيدي يكون مسرح يكون السيدي فيه شيء تكون امبروفيزاسيون وعملنا امبروفيزاسيون كانت الموسيقى عم بتلاقي الصوت عم نلاقي بعض قدي أخذ وقت تجيه قلنا أخذ كتير وقت لأنه كنا ننطر كنا ننطر نقعد ننطر تعرفي أنا شو بعمل نسترين بس فوت لما أحصل على هيدا المود سجل كل السدي ما هو هيك يعني صار. أنا مؤخراً ألبوم الميلادي 18 قطعة مسجل بوان تيك 16 منهم لأني بقول لقطنا المود ما بدي أتركه كتير حلو اللي عم بيقولوا لي طب ما بتتعب قلون ما عدت أنا بحالة إنسانية يعني بتحسي صارتي بحالة كأنك عم بتطالي هالكون كله كأنك مفروشة على كل المدى ما بقى في شيء بتعب جسدك بالعكس هو خلاص بالنسبة لإلك وهذا الشيء بصير بقول يا ريت كل الناس بيعيشوه يا ريت كل الناس بحسوا الشيء اللي عم تحكي نسرين او الشيء اللي عم احكي انا نحن عن جد عم نفتش على سكينه دايمه وعلى سلام مع نفسنا ومع الاخر سكرتني جابرييل مره كنت عم بلعب مسرحيه وكان عندي وقت طويل ابقى فيه جامده مع انديل فوقتها خلصت بعتقد حدا من ما بعرف من اي محطه عربيه سالوني كيف فيك تجمدي بهيدي الطريقه بقولون انه نحن قبل ما نطلع خشبة المسرح بنعمل 5 ساعات تركيز بتصير انت وقاعد بتبطل تحس بجسمك لانه انت بتكون غير محل وحتى الانرجي اللي بتقطع بين الاكتر سيرسان بتصير بتقطع بطريقه كثير سلسه بتوقف ايه بتوقف لانه انت منك حامل جسمك ساعتها قد ايه مهم هالتواصل يكون مع المجموعه كثير مهم لانه كثير مهم لما بتقوى الطاقه وتنتقل بتصير تحسي شعور ما فيك تحسيه بحيالله لحظه ما فيني اقول لك شو هالشعور الجميل هيدا الحلو بتصير تحس بالانرجي تبع الشخص هو عم يقطع وراك على المسرح انت بتحس فيه بلا ما تشوفه بيصير في تواصل نعمل شيء اسمه ريلاسيون انرجيتيك حلو هيدا الجميل انا مشان هيك بعمل انت عم تمدي ايدك حسيت بدي احط ايدي ايه شفت انه بتصير الانرجي تقطع يا ريت هالانرجي بوزيتيف تقطع بين كل الناس وكل الشعوب ودايما بنهدي بعضنا وقتها تعطي لحدا طاقه ايجابيه مع هالكلام بدي اختم انا اليوم حلقتنا اجندا من بيروت شو بدك تقولي بدي اعطيه للمشاهدين انرجي بوزيتيف مع ابتسامه مثل العاده لانه انا هيك بعرف هيك بعرف اتعاطى مع الغير يعني اسم الله عليكي مشرقه على طول ان شاء الله ان شاء الله على طول نسرين تبقى هالاشراقه مزينه وجهك ومزينه حياتك ومزينه قلبك تشرفت بلقائك معي واسعدت كثير 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 بهالاحاسيس العاليه والراقيه والشفافه يلي ظهرت ببرنامج او بهالفقره تحديدا من اجندا من بيروت لنا مواعيد جديده اكيد وبتمنى لك دوام النجاح والتوفيق لحظات وبنكمل اجندا من بيروت